بالك في ايه اليوم اللي متواجد في جمعية أصدقاء المريض. السبب اللي جيت عند جماعة أصدقاء المريض أنه هو اللي نحتاج بروتيز هذا على واحد الولد عنده 11 سنة ما يقدرش يمشي، عنده لي كونترول بزاف ولازم له هذا البروتيز باش يمشي. حوسنا عليه الحق يعني 10 أيام ولا نحوس ما صبناش، وهذا الولد شويه الحاله تاعو شويه حاله العائليه شويه ما عندوش دخل يعني، وانا الحمد لله يعني جيت لك ما طاحت فكره على رئيس الجمعيه ويعني بارك الله فيه عطاني هذا البروتيج باش نسهلوا الولد هذا باش يقدر يمشي ويروح يزور الطبيب يعني كل 10 ايام يروح يزوره. شكرهم بزاف ويعطيهم الصحه، وهذه هي ماشي اول خطره يعني قصدوا الجمعيه، ديما من قصدوا الجمعيه الحمد لله الابواب ديما مفتوحه، منو بارك هذا العمل ونشكرهم ويعطيهم الصحه ومزيد من العمل ان شاء الله في المستقبل. انا مشترك في جمعيه الدقاء المريض، جيت من نظافيه خناق الميون باش يساعدوني باش ندير لي الدواء اللي ما لقيتوش لقيتش براج يساعدوني. البدايه كنت معيد مبارك للجميع، انا منخرط في الجمعيه هذه عندي مده 3 سنين، لازم تجيبوا لي بوش، عندي واحد المرض شعش لي بوش شهر الاصطناعي هذا، والحمد لله في الجمعيه هم يعاونوا فينا مدوه لنا في كل وقت، هم كاع معاونين فوق شي لازم، لهذا نطلب السلطات العليا الولائيه تعاونهم وتقدم لهم يد المساعده. الله يبارك، رانا في جمعيه اصدقاء المريض، الله يبارك جمعيه، الله يبارك ما شاء الله، نطلبوا من السلطات تشوف الجمعيه هذه راها معاونه الشعب بزاف. السلام عليكم. وصحة عيدكم. بالنسبة لأصدقاء المريض بمعنى الكلمة، أنا أصدقاء المريض في كل مرحلة، راه أصدقاء المريض يعني نطلب من السلطات الولائية الإعانة لهذه الجمعية هذه بارك الله فيها، راهم واقفين مع المريض ما صبنا حتى واحد، صبناهم هما، ولهذا نشكرهم جزيل الشكر وبارك الله فيهم، ونطلب من السلطات باه يعاونون ويوقفوا معاهم، لأن المريض ما عنده وين يهرب، كاين اللي يعني يبعثوا فيه من الخارج وكاين اللي يعني يداويو فيه في مانيش عارف وين، احنا رانا صبناهم غير هنايا في البوتيكا هادي، نطلبوا لربي سبحانه وللمسؤولين يشوفوا ليها بعين الاعتبار باه يشوفوا لنا ناحية جانب المريض راه يعاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، والصلاة والسلام عليه. أولا نبدأ بالشكر، جزيل الشكر لجمعية أصدقاء المريض على المجهود اللي تبذلوا باش تعاون الفقراء تاع ولايه سكيده وما اكثرهم، خاصه بعد هذه العشريه الاخيره تاع فيروس كورونا قضات على الغاشي كامل، ما قدرش يقدر حتى يداوي ابسط الاشياء ما يقدرش يديرها، خاصه اللي خدموا في السلك الخاص، الناس كان ما عندهمش مدخول، ونشكرهم. هذا اليوم في هذه الأمسية نحن بمقر المجمع الخدمات لجمعية أصدقاء المريض لولاية سكيدة، وباسمي كرئيس الجمعية السيد توغيري نور الدين أقدم جزيل الشكر لقناتكم، ونقول إن شاء الله طبتم وطاب ممشيكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. فجمعية أصدقاء المريض كما تعرفونها هي جمعية ذات خدمات عمومية متنوعة، تستقبل يوميا أكثر من 100 زائر على مختلف الأصناف، سواء كان رجالا أو نساء وحتى أطفالا، ونحن نقدم في هذه الخدمة المتواضعة الإنسانية دعما للتنمية على مستوى هذه الولاية المجاهدة المباركة. فنحن كما شاهدتم وكما على مستوى المجمع يشمل على عدة خدمات، منها خدمات صيدلانية، خدمات نقل المريض، خدمات التجهيزات الطبية، خدمات العلاجية، خدمات التضامنية والاجتماعية، كذلك خدمات نظافة ورعاية المريض،
خدمات بالمواد الشبه صيدلانية، خدمات بالعتاد الاستهلاكي إلى غير ذلك. فهي تقدم يوميا هذه الخدمات مع مرضاها على كل حال في نظام الجمعية. بعد تقديم الخدمات لابد من عملية إدارية وهي الانخراط في الجمعية، ثم بعد ذلك توفير بطاقة الاستفادة من خدمات الجمعية. فنحن كما تفضلنا هذا في محور الخدمات. الجمعية تشمل كذلك على محور ثاني وهو المحور التكويني والتعليمي والتحسيسي، وهو يعمل على إيصال فكر الجمعية وفلسفتها، وكذلك العامل التكويني والتحسيسي، والمحور الثالث وهو المحور الترفيهي. المحور الترفيهي يشمل أو يعمل أساسا على الجانب النفسي للمريض من خلال رحلات، مخيمات، نشاطات ترفيهية للمرضى ولمن يعملون مع المريض. والحمد لله نحن الآن في أكثر من 1700 منخرط مع الجمعية، ونحن مستمرون إن شاء الله في هذا العمل إن شاء الله ما حيينا. الحقيقة ما يعترض الجمعية هي خاصة الجمعية في خدماتها الإنسانية والعمومية في طبيعتها العمومي، تحتاج أساسا إلى إيجاد مقرات لها لتوسيع نشاطاتها على مستوى هذه الولاية. خاصة كما تفضلتم هذا المقر هذا من طرف بلدية سكيكدة، وهم مشكورين على هذه المبادرة بعد عملية ترميمه وصيانته وإدخال عدة خدمات عليه. فنحن جعلناه مجمع خدماتي، ونحتاج يعني من طرف من يملكون بيدهم سلطة القرار، خاصة من السيد والي ولاية سكيكدة، نقول لكم يعني يكون لنا يعني مقر متسع أكثر من هذا، حتى إن شاء الله يكون لنا إن شاء الله مجمع لخدمات مع المرضى ومع المواطنين أكثر من مما قاعد الآن يعني يسير. والحمد لله كانت الجمعية عدة خرجات، عدة نشاطات لشاركت فيها، وإن شاء الله يعني مستقبلا ستكون إن شاء الله لها نشاطات أخرى إن شاء الله ميدانية، كما كان لنا في المرة التي مضت في مكافحة ومجابهة جائحة كورونا. المساعدات أساسا من طرف المنخرطين معنا، لأن هناك مساهمات واشتراكات، كذلك بعض المساهمات الرمزية اللي يتقدم بها المنخرطين والمستفيدين من خدمات الجمعية، لأن الجمعية الآن تعتمد كذلك في نشاطاتها على اللوتو فينونسمون هذا، كيف تجهز نفسها ماليا لتوسيع دائرة نشاطاتها. وكذلك لأن الآن تكاليف على الجمعية جمة وكبيرة جدا، فمن طرف قلت المنخرطين ومن طرف بعض المساهمين وكذلك من بلدية سكيكدة، أمنيتنا الكبيرة أمنيتنا أن تنال الجمعية متسع من يعني قطعة أرض ولا مبنى ولا إلى غير ذلك، اللي تقدر تبغى يترمم هذا المبنى هذا يتنظف يصلح كما صلحنا هذا الوقت، ويكون لنا إن شاء الله على مستوى هذه الولاية مقر إن شاء الله، ويكون مشرف لأهل هذه الولاية وللجزائر ككل. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.